الأربعاء الموافق الأول من يوليو 2015، كانت القوات المسلحة بأبطالها البواسل على موعد مع ملحمة جديدة لإفشال مخطط إرهابي محكم للهجوم على الكمائن والارتكازات الأمنية والعسكرية بمدينتي رفح والشيخ زويد لأحداث حالة من الفوضى والفراغ الأمني، والإيحاء بسقوط مدينة الشيخ زويد في أيدي العناصر التكفيرية لإعلان قيام إمارة إسلامية متطرفة لما يسمى بتنظيم ولاية سيناء، وبمساعدة وسائل إعلام مناهضة لمصر. فكانت معركة الثأر، وقد جاءت ملامح المخطط الإرهابي على النحو التالي. اعتبارا من الساعة 6:55 قامت مجموعات إرهابية بالهجوم على عدد من الكمائن للقوات المسلحة وقسم الشيخ زويد على النحو الآتي: كمين أبو رفاعي، تمكن أبطال الكمين البواسل بقوة 17 فردا من التعامل الفوري مع عربة يشتبه بحملها مواد متفجرة أثناء اقترابها من الكمين، مما أدى إلى انفجارها محدثة موجة انفجارية هائلة بالتوازي مع قيام قائد دبابة طراز M60 بالارتداد إلى الخلف للخروج من الموجة الانفجارية وإعادة الهجوم على العناصر التكفيرية، مع نجاح قائد النقطة وعدد من الأفراد باستخدام القنابل اليدوية بكثافة، مما أدى إلى إلحاق خسائر جسيمة في صفوف العناصر التكفيرية وقتل 19 فرداً بالتوازي مع فرار عدد 2 عربة دفع رباعي إلى اتجاه مدينة الشيخ زويد. كمين سدرة أبو الحجاج، في توقيت متزامن قامت عناصر تكفيرية تتراوح بين 40 إلى 50 فرداً مسلحين بأسلحة خفيفة ومتوسطة وهاونات وقواذف RPG بدفع عربة مفخخة لتنفيذ عملية انتحارية ضد الكمين. وفور اقتراب العربة المفخخة من الكمين تم اعتراضها ولم تمتثل لأوامر التوقف، مما دفع أحد جنودنا البواسل بالتضحية بنفسه وأطلق النيران على العربة المفخخة، مما أدى إلى انفجارها خارج منطقة الكمين وتقليل نسبة الخسائر. يأتي هذا بالتزامن مع تمكن العناصر التكفيرية من إطلاق قذائف الهون وقواذف RPG، الأمر الذي أدى إلى انتشار عناصر الكمين والدفاع عنه ببسالة رغم وجود شهداء وجرحى، والتمسك بموقع الكمين وقتل 7 أفراد من العناصر التكفيرية، مما أدى إلى انسحاب باقي العناصر في اتجاه مدينة الشيخ زويد. وبالتوازي مع قيام مجموعات مسلحة أخرى تتحرك بعربات مسلحة دفع رباعي ومعهم من 3 إلى 4 موتوسيكل بإطلاق النيران المباشرة على عدة كمائن: بوابة الشيخ زويد، كمين سيدروت، كمين المصورة، كمين الوحشي، كمين جرادة، كمين الشلاق، كمين العبيدات، وكمين قبر عميرة. وقد قامت العناصر التكفيرية برفع علم التنظيم الإرهابي ولاية سيناء على عدد من المباني وتصويرها لاستخدامها إعلامياً بادعاءات توحي بتمكن العناصر الإرهابية من إسقاط مدينة الشيخ زويد، مع بث بيانات كاذبة وصور مغلوطة عن هجمات إرهابية في إطار استخدام الجيل الرابع من الحروب المتمثلة في حرب المعلومات للتأثير على الروح المعنوية للقوات. وقد تمكنت جميع الكمائن الأخرى من التصدي للعناصر المهاجمة وفرار العناصر التكفيرية جنوب الشيخ زويد. يأتي ذلك تزامناً مع قيام طائرات الأباتشي بتوجيه قذائف مركزة ضد مركزين لتجميع العناصر التكفيرية جنوب العلامة الدولية رقم 6 وداخل مدينة الشيخ زويد، وعدد من عربات الدفع الرباعي أثناء فرارها من أمام كمائن القوات المسلحة.